دكتور صفي، إلى متى ممكن تعتمد القوى الغربية أمريكا وأوروبا على قاتل لعين يعرفون أنه موجود في الحكم بشرعية الدماء، شرعية قتل الدماء، يعني إذا صح أن نستخدم لفظ شرعية الدماء؟ كما قيل من إخواني زملائي اللي تحدثوا، أعتقد أن أنا يعني هكون صدى لك. إذا أنت مثلا استأجرت مساعد لك ووظفته وهو يعمل لك بكل إخلاص وينفذ بالضبط ويمكن أكثر مما طلبته منه، لماذا يعني تتخلص منه أو ترفضه إطلاقا؟ فعبد الفتاح السيسي سيستمر لأنه بيحقق أولا الأجندة الصهيونية وهي مسيطرة على كثير من السياسات في أمريكا وفي الدول الغربية أوروبا بالذات، دي أولا. ثانيا ومرضي عنه لأنه ما يعني في استقرار في مصر، لم يحدث هزات تسبب إزعاج للمصالح الأوروبية أو المصالح الأمريكية في المنطقة، فلماذا يتحركوا؟ إذن الأمر مرهون بمصر وبالتحرك داخل مصر.